انتهى ديربي مدينة مانشستر في كأس الرابطة بفوز مانشستر سيتي على مانشستر يونايتد 2-0 في مباراة كنا فيها الأسوأ وفي أسوأ حالاتنا. النهاردة مفيش أي ردة فعل، النهاردة مانشستر يونايتد لو تتفرج على المباراة مفيش فرص خطرة جت لمانشستر يونايتد. النهاردة الثلاثي اللي قدام خارج نطاق الخدمة والدفاع كالعادة. هنتكلم جوه المباراة عن أدائنا كمانشستر يونايتد النهاردة وإيه سبب اللي احنا وصلنا له ده، وهتكلم عن رياض محرز برضو لاخواتنا الجزائريين اللي بيتابعونا عشان هم طبعا لسه مصممين انه زعلانين ان رياض محرز يكمل في السيتي، وهقول لك الزتونة والخلاصة لان الموضوع زاد عن حده يعني. وهتكلم عن المباراة بشكل عمومي. يلا بينا، معكم اخوكم عصام السرساوي. اول مرة تتفرج عليا شارك في القناة، فعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد بنقدمه. لو جديد في القناة وقاعدين في القناة اخبط اللايك، اللايك والشير بيزود فرصنا في الظهور. ويلا بينا نتكلم عن المباراة. بداية المباراة استحقينا الهزيمة لان احنا النهاردة خارج نطاق الخدمة. النهاردة مانشستر يونايتد مجاش المباراة. النهاردة احنا مش موجودين. الثلاثي الهجومي بتاعنا هو بدأ اولا، يعني خلينا بقى نتفق انه بدأ 4-3-3، بدأ بثلاثة في نص الملعب صراحة، ولعب برونو. هو كان بيلعبه فين؟ هو النهاردة كان بيلعب ازاي؟ يعني النهاردة 3-3-4-3-3 كان برونو مركزه في النص، ولا كان بيلعب 4-3-1-2؟ لان ما كانش فيه مهاجم صريح النهاردة، صريح مفيش. لغيت ما عدلها بقى، بس عدلها في الدقيقة 68-69 4-2-3-1. تبادئ خايف من مانشستر سيتي، خايف ولا قلقان ولا مقلق ولا في ايه؟ ما انا مش عارف يعني ايه سبب انك تركن قوي كده للدفاع. الشوط الاول كان في تكافؤ ومفيش فرص للفرقتين، يعني تكافؤ مش انت ضيعت فرص كتير. في اهداف ملغيه، يعني اقدر اقول ان في اهداف ملغيه، بس يعني دي اوفسايدات، يعني خلينا نتفق في الكلام ده. لكن احنا الشوط الثاني السيتي نازل عايز يفوز، وبرضه بنفس السيناريو، كرة عرضية بتعدي من دفاعاتنا وتروح تخبط في ستونز وتخش جول الهدف الاول. في ردة فعل بقى، مع ان الجون جاي في اول 5-6 دقايق مش تاني، في ردة فعل؟ مفيش ردة فعل. النهاردة مارسيال، و يعني انا مش عارف، مارسيال مفيش، بيزود الكرة زيادة عن اللزوم، عايز يحتفظ بالكرة زيادة عن اللزوم. تحس النهاردة ان حتى راشفورد تعالي على الكرة، تعالي على الكرة، اللي هو او مش قادرين، مش فاهم. النهارده الثلاثي حتى برونو كان وحش، برونو جات له واحده في ال 18 حطها بطريقه غريبه فوق، ركنها فوق. انا النهارده احنا وحشين جدا جدا، وحتى رده فعل مفيش رده فعل لحد مانشستر برضو. والجون الثاني بتاع مانشستر سيتي اساسا يعني بيساكا بيطلعها غلط. يا بابا اساسيات كره القدم انك تطلع الكره على الجنب، مش تطلعها في النص وضعيفه هدف. بيساكا ما بيهاجمش، حلو دفاع مثلا، هجوم مش موجود. فاكرين فالنسيا؟ فالنسيا كان عامل ازاي في الهجوم؟ لوك شو تقيل تقيل، لعيب تقيل تقيل، يعني تحركاته تقيلة. النهارده مفيش اللي انا بقى هتجن منه، حضرتك جاي فان دي بيك، يعني ما قعدوا ما بتلعبوش، طب جايبه ليه؟ اصل فان دي بيك مش لعيب لسه انت بتستكشفه، انت جايبه وهو فورمة عالية جدا جدا مع اياكس، جايبه ليه؟ ادام انت مش عايزه ما بتلعبوش ليه؟ انا شايفه لعيب كويس، انت ما بتلعبوش ليه؟ برضو هتكلم واقول الدفاع كرة عرضية بالنسبة لنا كارثة، مفيش كور عرضية ده النهاردة. ستيرلينج راح لعب كورة شالها يعني حارس المرمى بالهيد، ستيرلينج اللي قد كده بالهيد، سبحان الله، وكورتين شالهم حارس المرمى بديل دخية النهاردة. هندرسون طبعا يعني يشكر والله، شال كورتين، واحدة من محرز جول بتاعت محرز دي جول، وقبليها برضو واحدة من كانسيلو جول. يعني النهاردة احنا ما استحقناش الفوز. نيجي بقى في عجالة كده عن رياض محرز و
يعني اخواتنا الجزائريين اللي زعلانين ان رياض محرز النهارده اتبدل برضو التبديل. رياض محرز اساسا ما كانش بيلعب في مركزه، هو مش مقتنع بيه يا جماعه. هو الراجل ايه كده، انا هلعب بمحرز كده، المفروض يشوف له فريق تاني. والله نفسي يجي مانشستر يونايتد، يعني انا كمشجع لمانشستر عايز نفسي ان محرز يجي مانشستر يونايتد، يسيبه بقى من مانشستر سيتي. هو جوارديولا تفكيره كده، هو مش خيار اول لجوارديولا، وفي التغييرات لما بينزل حتى بيبقى خيار اول اول تغيير. والنهارده بيلعبوا مهاجم، فانت منتصف منه ايه؟ هيبقى وحش. هيبقى وحش للمره المليون. لازم يعني غير الفريق، انت التيم بتاعك مش جايب، غيره، روح اي فرقه تانية العب. وبرضو خطابي لمانشستر يونايتد، لازم يبقى عندنا دكه تقيله، دكه، عايزين دكه يا اخوانا. ما عندناش لعيب ينزل يغير نتيجه مباراه، ما عندناش. عايز تكمل في الدوري بالمنظر ده وتاخد الدوري؟ صعب قوي، صعب قوي قوي. قول لي رايك في الكومنتات، ودمتم في امان الله. سلام.